أهلا بكم. انتهى المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في باريس، طبعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نائبة الرئيس الأمريكي، رئيسة الوزراء الألمانية، رئيس الوزراء الإيطالي، وطبعا الرئيس السيسي، ومصر الدولة الفاعلة بقوة في الملف الليبي، الأمم المتحدة وأطراف أخرى كثيرة، وممثلين عن الشعب وطبعا القوى السياسية الليبية. الهدف الأساسي من هذا المؤتمر كان إجراء الانتخابات في موعدها والتمهيد الأجواء لذلك. الشيء الآخر هو إخراج المرتزقة من ليبيا، لكن القرار الأهم الذي خرج به هذا المؤتمر هو تحذير كل من يحاول أن يعوق العملية الانتخابية، لدرجة التحذير بأنه قد يوضع على لوائح العقاب التابعة للأمم المتحدة. إلى أي مدى اقتربت قرارات مؤتمر باريس مما يرجوه الليبيون؟ سؤالنا في حلقة اليوم من المشهد مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الأنور، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، وأيضا نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اسمح لنا في البداية أن نخرج مع حضرتك ومع مشاهدينا لنتابع هذا التقرير، نعود بعده لنفتح هذا الملف. خلال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، أكدت الدول المشاركة على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي. وقد شدد المشاركون بحسب البيان الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتزام كافة الدول المشاركة في المؤتمر بذلك، وكذلك رفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية. وخلال كلمته في المؤتمر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ليبيا لا يمكن أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية التي تعوق حدوث ذلك، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها. كما أكد الرئيس السيسي أهمية إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر القادم. وقد جدد الرئيس السيسي تأكيد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا لتنفيذ خطة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتوحيد مؤسسات الدولة وبناء القدرات كي يملك الليبيون مقدراتهم ويتمكنوا من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم. أهلا بكم مرة أخرى. سؤالي كما ذكرت في المقدمة، إلى أي مدى اقتربنا من الأهداف المرجوة طبعا فيما يتعلق بالملف الليبي خلال هذا المؤتمر؟ أولا، هذا المؤتمر هو رسالة واضحة للجميع سواء داخل ليبيا أو خارج ليبيا بأن هناك إرادة دولية واضحة وحاسمة تمثلت في الأطراف التي حضرت في مؤتمر باريس الأخير، بأن هناك إصرارا على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر القادم كمقدمة لاستقرار ليبيا وإنهاء هذا الملف بما يتوافق مع المصالح الإقليمية والعالمية والمصالح الشعب الليبي. في اعتقادي أن الحضور، تمثيل عدد الحضور والتمثيل واللغة التي استخدمت في المؤتمر الصحفي النهائي ومن قبل المتحدثين وهم أطراف فاعلة سواء على الساحة على داخل ليبيا أو على الساحة الإقليمية، هو رسالة واضحة وحاسمة للجميع بأن هناك شيء جديد لابد أن يحدث بالنسبة لليبيا، وهو إنهاء حالة الفوضى والانقسام بصيغة تكفل للجميع المشاركة، بصيغة تعبر عن الشرعية والمشروعية والقبول من قبل الأطراف الداخلية والخارجية. النقطة الأهم هي التشديد على مسألة المصالحة أو تشكيل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، بمعنى أن تاريخ 24 من ديسمبر القادم لابد أن هناك آليات كثيرة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وآليات على الأرض، وآليات من ناحية التمويل، وآليات أيضا من ناحية إقناع
الأطراف السياسية الليبية بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية وحدوث توافق ليبي واجماع ليبي على العملية الانتخابية أولا، ثم القبول بنتائج هذه العملية أيا كانت النتائج القبول بها. طيب يعني هذا المؤتمر، مؤتمر باريس، يعني تم تقديم موعده ليؤكد على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات، لكن ما اتخذه من قرارات، هل الوقت كافي في شهر وعشرة أيام لتطبيق هذه القرارات قبل الانتخابات التي يعني هذه القرارات هي المفترض أنها تمهد للانتخابات؟ نعم. الوقت كافي؟ مسألة الوقت، أولا لابد من الإشارة إلى أن هناك العديد من المؤتمرات التي عقدت بشأن الملف الليبي، سواء في برلين أو في منسك أو في غيرها، اجتماعات عالمية واجتماعات أيضا على المستوى الإقليمي بين دول الجوار الليبي وغيرها، الدوائر متكاملة. وإلا لما رأينا الجميع في المشاركون في هذا المؤتمر، هناك يعني تحديد وتأكيد وإصرار على التاريخ 24 من ديسمبر المقبل. يعني هذا يعني أن الأطراف الفاعلة والمؤثرة والتي شاركت في جولات ومؤتمرات كثيرة ترى أن الوقت هذا الوقت، وهذا التاريخ لم يحدد من فراغ ولكنه حدد من قبل الأمم المتحدة منذ فترة تزيد عن العام، بمعنى أوضح أن هذا التاريخ ليس ضارئ أو جديد ولكنه محدد قبل فترة، وأن الأطراف العالمية والدولية سواء فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تحديدا رأت أن هذا الأمر لابد أن يحسم وأن يوضع له حد، لأن أوروبا عندما تتعامل مع الملف الليبي لا تتعامل بالعواطف أو تتعامل بالمصالح، ولكن هناك تأثير مباشر للملف الليبي، لأن ليبيا تحولت إلى نافذة وبوابة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فضلا عن المهاجرين بكافة أشكالهم وأنواعهم يمثلون ضغطا على المجتمع الأوروبي، إضافة إلى مسألة الإرهاب، فضلا عن أن ليبيا كانت هي مصدر من مصادر الطاقة الرخيصة لإيطاليا ولدول حوض البحر الأبيض المتوسط. واستقرار ليبيا يعني عودة الدولة الليبية ومؤسسات الدولة الليبية في الإنتاج وفي التصدير للغاز والنفط. موضوع إخراج المرتزقة، يعني التأكيد على ضرورة إخراج المرتزقة وهو مطلب ليس بالجديد، هذه المرة تبدو الأمور أكثر جدية، لكن دون وضع آليات يجب تنفيذها، دون وضع برنامج زمني وحد أقصى لإخراج المرتزقة. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟ أنا في اعتقادي أن مسألة المرتزقة هي مرتبطة بأطراف سياسية وعسكرية على الأراضي الليبية، ونجاحها يرتبط بالدرجة الأولى على قدرة الأطراف الدولية والإقليمية في إقناع هذه الأطراف الليبية بالتخلي عن هؤلاء المرتزقة وإخراجهم تحت أي صيغة من الصيغ. بمعنى أوضح أن إيطاليا ستضغط فيه على الفصائل والمجموعات التي على سبيل المثال التي لها بها علاقة قوية، والولايات المتحدة وهكذا وفرنسا وغيرها من الدول، لأن هؤلاء هم في النهاية لم يأتوا لتحقيق المصلحة الليبية العليا أو الليبية، ولكنهم جاءوا كوقود لإشعال الصراعات بين الليبيين من خلال القتال بين الشرق وبين الغرب. بمعنى أدق أن هؤلاء هم كانوا رأس الحربة في الفتن المتواجدة والحروب بين الليبيين أنفسهم، وأن خروجهم هو بداية الحقيقية لعودة السلام وبناء النسيج الاجتماعي واللحمة المجتمعية الليبية. طيب يعني القوى التي لها اليد الأكبر في المرتزقة الموجودة، وهذا معلوم طبعا، تركيا وروسيا. مستوى التمثيل التركي والروسي يقول أن الدولتين ربما يعني لا تتعاطيان بشكل كبير مع هذا المؤتمر، وعندما جاء الحديث عن المرتزقة تحفظت تركيا واشترطت روسيا أن تخرج مرتزقة تركيا وروسيا بالتزامن. هل هذا الموقف مبشر بالنسبة لك؟ أنا في اعتقادي أن دخول المرتزقة تحديدا مرتزقة تركيا لم يكن مرتبط وهو واضح ومؤكد بقرار تركي بحت، ولكن عندما دخل المرتزقة وجاءوا إلى الأراضي الليبية من سوريا ثم إلى من خلال البحر الأبيض المتوسط، كان هناك غض للطرف أو غض للبصر أمريكي على دخول هؤلاء، إبان فترة أو رئاسة الرئيس الأمريكي السابق ترامب. الآن الوضع اختلف، خاصة وأن تأثير هؤلاء المرتزقة هو صحيح ساعد في
معادلة كفة الميزان في الصراع العسكري، ولكن هذا الصراع هناك الكثير من الأطراف الإقليمية والعالمية التي تسعى إلى إنهائه، وفي اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة والإمكانية على أن تضغط على روسيا بجانب الضغوطات الأخرى من الكثير من الدول لإخراج هؤلاء المرتزقة. وإذا كانت الدولة الليبية فيما بعد إجراء الانتخابات لديها إرادة سياسية أن تأتي بقوات تركية، قوات هندية، أيا كانت، ولكنها ستكون تحت مظلة شرعية ومشروعية. أي نعم، هناك من يقول بأن هذه القوات أو هؤلاء المرتزقة جاءت تحت مظلة حكومة هي حكومة السراج السابقة، ولكن هذه الحكومة حالها كحال جميع الهياكل السياسية الموجودة في الدولة الليبية حاليا، هياكل متأكلة ولا تتمتع بالشرعية التي ستعطيها لها الانتخابات القادمة، والمشروعية المنقوصة، لأنها الكثير من الأطراف الأخرى تشكك في مدى مشروعية أو قانونية أو دستورية استخدام هذه القوات أو توقيع هذه الاتفاقية. بمعنى أدق أن هذه الحكومات هي حكومات مؤقتة ليست لديها السلطة والآليات والحق في اتخاذ قرارات وتوقيع اتفاقيات تؤثر على المدى القصير أو الطويل. بمعنى أوضح أنها ليس لديها الحق في اتخاذ قرارات استراتيجية تخص الدولة الليبية. طيب، حضرتك قلت أنه الولايات المتحدة تستطيع أن تضغط على روسيا لإخراج المرتزقة. ماذا عن تركيا؟ وهل أسهل للولايات المتحدة؟ تركيا، الولايات المتحدة قلت روسيا، لا، تستطيع أن تضغط على تركيا، ولكن بالنسبة للقوات التركية الروسية تحديدا والقوات المرتزقة فاغنر أو القوات القوات المسلحة التابعة للدولة الروسية، فهي تخضع لعوامل أخرى تتعلق بإدارة وطبيعة الصراع وتبادل الأدوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سواء في ليبيا أو في سوريا أو في البحر الأسود غيرها. بمعنى أوضح أن آلية التعاون بين روسيا وبين الولايات المتحدة وآلية الصراع تختلف عن آلية التعاون بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا دولة يعتبر في حالة شبه حرب شبه باردة، تسخن أحيانا وتبرد أحيانا مع الولايات المتحدة الأمريكية. منطق التعامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدولتين يختلف عن منطق التعامل بين تركيا من جهة وبين الولايات المتحدة. طب بماذا نفسر أن روسيا كان موقفها أكثر مرونة؟ يعني هي فقط اشترطت أن تركيا تخرج مرتزقتها، وبما أنه حضرتك ترى أن الولايات المتحدة ربما جادة في الضغط على تركيا، إذا روسيا تلتزم برأيك؟ أنا في اعتقادي أن هذا الربط بين القوات التركية والقوات الروسية هو لمعرفة روسيا لطبيعة وخلفية العلاقات التركية الأمريكية فيما يتعلق بالملف الليبي وغيره من الملفات الأخرى، فهي تحاول أن تربط نفسها بالمتغير التركي. المتغير التركي في النهاية لا يستطيع أن يخرج خارج إطار المنظومة الأمريكية، سواء من ناحية إدارة السياسة الخارجية أو إدارة الصراعات والتحركات التركية داخل المنطقة العربية تحديدا. هي في النهاية ترتبط بالولايات المتحدة وتستجيب لها، وهناك الكثير من العلاقات. روسيا عندما ربطت نفسها بتركيا، بمعنى أوضح أنها تلقي الكرة في ملعب تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. طيب، موقف الولايات المتحدة، يعني هل نلمس منه جدية هذه المرة؟ يعني هل نأمل أن ينتهي هذا الصراع قريبا، بما أنه القوى الكبرى تريد إنهائه بالفعل؟ الولايات المتحدة في إدارة بايدن لديها عقيدة سياسية مختلفة، وهذه العقيدة السياسية رأينا ترجمتها الفعلية في الانسحاب الأمريكي من العراق إبان إدارة أوباما، وإدارة بايدن هي استمرار لنفس الإدارة ونفس الفكر ونفس المنهج. ورأينا أيضا في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والصفقات المعلنة وغير المعلنة بين الإدارة الأمريكية وبين طالبان، وهو ما أعلن وكشف عنه مؤخرا. بمعنى أدق أن الولايات المتحدة وهو ما يعني ما أحدث ضغوطا داخلية وداخل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو في الدول الأوروبية بالانتقاد الكبير والواسع لعملية الانسحاب الأمريكي بالحالات التي حدثت في أفغانستان بين حلفاء وعملاء الولايات المتحدة الأمريكية. فاعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة يجب أن تقدم شيء
هي حاولت أن تروج أن ما حدث من أفغانستان في من انسحاب أمريكي في أفغانستان هو نجاح وخلافه، ولكن الواقع يقول خلاف ذلك، خاصة وأن هناك الكثير من الأصوات المحترفة عسكريا داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية التي انتقدت أسلوب وطريقة إدارة الانسحاب الأمريكي. في اعتقادي أن الولايات المتحدة تحاول أن تقدم شيء للمجتمع الداخليا أمريكيا ولحلفائها في الخارج بأن يكون لها موقف واضح. هذا بجانب أيضا نقطة الارتكاز ليست الموقف الأمريكي، هناك العديد من المواقف على رأسها الموقف الفرنسي والموقف الإيطالي، طبعا بجانب الموقف المصري الذي لن يقبل بأقل من استقرار الدولة الليبية، ولأن استقرار الدولة الليبية لا يمثل مصلحة عليا للشعب الليبي فقط، ولكنه مصلحة عليا لكافة شعوب ودول المنطقة، سواء في مصر أولا بالدرجة الأولى، لأن مصر لديها أطول حدود برية مع ليبيا، أكثر من 1250 كيلومتر حدود برية، بجانب أكثر من 150 كيلومتر حدود بحرية، ليبيا، تونس، الجزائر، دول طبعا الجوار الأفريقي سواء في تشاد أو في السودان أو في النيجر. بمعنى أوضح أن هذه المسألة لا ترتبط بـ 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 بعملية بروتوكولية، ولكن انفجار اللغم الليبي وهو كان الانفجار الكبير لليبيا سيؤثر وستناثر شظاياه ليس على الليبيين فقط، ولكن على فرنسا وعلى أمريكا وعلى مصر وعلى كافة دول المنطقة طبعا. ومن هنا طلب بتفعيل الكثير من الآليات والتجديد على ضرورة التوافقية في مسألة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، بمعنى أوضح أن يكون هناك توافق لقطع الطرق على المعترضين والمحتجين طيب. من قبل الأطراف السياسية الليبية. طيب ننتقل الآن عبر الهاتف إلى ضيفنا الأستاذ عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي. يعني ما يتحدث عنه الآن أستاذ محمد عن ضرورة وجود التوافق لإسكات أصوات المعترضين على قانون الانتخاب سواء التشريعي أو الرئاسي. هناك خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، الأذرع الإخوانية في ليبيا، تهدد بأنه إذا لم تتغير القوانين فإنه سيكون هناك حمام من الدم، وهكذا قالوا تحديدا في ليبيا. كيف تنظر أستاذ عبد الستار في ضوء هذه التهديدات لنتائج مؤتمر باريس؟ أعتقد أن الوضع معقد قليلا، يعني من يهددون بإفشال العملية الانتخابية هم في الحقيقة لا يعترضون على القوانين، هم فقط يعترضون على الإجراء، على إجراء الانتخابات. لأنه لو كان لدى جماعة الإخوان أغلبية معقولة لا ارتضيت بدخول الانتخابات والفوز فيها أو تحقيق نتائج متقدمة فيها، لكن معظم رافضي الانتخابات هم لديهم قناعة بأنهم لن يتمكنوا من الفوز في حالة منافسة المرشحين الآخرين، لهذا يهددون بإبطال الانتخابات وتأجيلها وعرقلتها والتحجج بالقوانين والتشريعات وهكذا. مؤتمر باريس يريد أن يعبر عن رغبة عامة الليبيين، ويعبر عن القوى الوطنية في ليبيا وهي الأغلبية، ويعبر أيضا عن مخاوف كثير من الدول بأن مرحلة الفوضى لا يمكن أن تستمر، وأن الجميع عليه أن يطوي صفحة الماضي ويبدأ في مرحلة جديدة. هناك دول قدمت مساعدات كثيرة للأخوة الليبيين من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وإخراج المرتزقة وكثير من البنود الأخرى التي من شأنها أن تحقق الوحدة والأمن والاستقرار للدولة الليبية. طيب هيئة المصالحة الوطنية العليا في ليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي، ما هو دورها؟ كيف تتشكل اللجنة؟ ومتى من المفترض أن تبدأ عملها؟ يعني كان يفترض أن تبدأ عملها منذ وقت مبكر، منذ تولي حكومة تصريف الأعمال الحالية أو الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وكان يفترض للمجلس الرئاسي برئاسة السيد محمد المنفي أن تبدأ هذه المفوضية أو هذه اللجنة منذ وقت مبكر لإخراج ألوف المساجين من السجون الليبية، لكن للأسف الشديد السلطة التنفيذية في شمال غرب ليبيا حتى الآن لا تملك سلطة كبيرة على السجون. معظم السجون هي تحت إدارة ميليشيات وقوى
لا تعترف بالدولة، تحصل منها على أموال نعم، لكن لا تستجيب لطلبات المسؤولين التنفيذيين. لهذا الوضع صعب للغاية في ليبيا، ويحتاج بالفعل إلى انتخابات وإلى سلطة موحدة وإلى شكل للدولة حتى يمكن التعامل مع الملفات المختلفة، ومنها ملف المصالحة وملف توحيد المؤسسات وغيرها. نعم. طب أسألك أيضا أستاذ عبد الستار عن رأيك في إخراج المرتزقة من ليبيا، مدى الجدية هذه المرة، وكيف سيتم تنفيذ هذا المخرج المهم لمؤتمر باريس، وهو ضرورة إخراج المرتزقة قبل إجراء الانتخابات؟ نتحدث طبعا عن وقت ضيق للغاية، شهر وعشرة أيام. هناك أطراف أدخلت عدد كبير جدا من المرتزقة ومن القوات الأجنبية التابعة لها ومن المقاتلين الأجانب ومنهم مجموعات إرهابية. هذه القوى لا تريد صراحة خروج هؤلاء المرتزقة، وبالتالي العبء يقع على المجتمع الدولي، عليه أن يفرض عقوبات، عليه أن يضغط، عليه أن يقوم بدوره لإخراج لإلزام الحكومات التي جاءت بمرتزقة إلى الدولة الليبية بإخراج هؤلاء المرتزقة وعدم التعاطي مع الحجج بأن هؤلاء المرتزقة جاءوا وفقا لاتفاقيات ما بين هذه الحكومة أو تلك. يعني هذه أمور مل منها الليبيون ولم يعد أحد يصدقها. يعني لابد من خروج القوات الأجنبية من على الأراضي الليبية والتعبير حقيقة عن إرادة الليبيين، سواء من خلال مجلس النواب الذي طالب من قبل بخروج المرتزقة من ليبيا، أو من خلال البيانات التي أصدرتها العديد من القبائل والعديد من الفعاليات وحتى المسؤولين في الحكومة. يعني الكل مع إخراج المرتزقة. المشكلة أن هناك أطراف لديها مرتزقة في الداخل الليبي ترى أن خروجهم سوف يتسبب في خسائر لها، خسائر سياسية وخسائر أمنية وخسائر أوراق للضغط وأوراق للعب السياسي في المنطقة. نعم. ومع أطراف أيضا دولية. شكرا جزيلا أستاذ عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي. طيب أستاذ محمد، يعني التهديد لكل من يعرقل العملية السياسية في ليبيا بأنه قد يدرك حتى على قائمة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، إلى أي مدى هذا التلويح بالعقاب قد يكون مؤثرا في هذا المشروع؟ أنا في اعتقادي أن المسألة في ليبيا الآن تجاوزنا مرحلة التلويح إلى ضرورة اتخاذ أفعال أو أعمال على الأرض تحديدا، وخاصة وأن كما سبق وأن قال الأستاذ حتيتة أن هناك الكثير من الأطراف العسكرية على الأرض التي تبتز الدولة الليبية أو المؤسسات الموجودة حاليا في ليبيا ولا تخضع لسلطتها، وهناك ميليشيات وهناك سجون وهناك معتقلون وهناك قتلى. في اعتقادي أن المرحلة القادمة ستكون حرجة بالنسبة للمجتمع الدولي أو بالنسبة لما تحدث به المجتمعون في مؤتمر برليس، بضرورة أن تكون هناك على رسائل قوية على أرض الواقع الليبي للعديد من الأطراف العسكرية المتواجدة حاليا في ليبيا أو ما يسمى بأمراء الفوضى والحرب الذين استفادوا ويستفيدوا من استمرار الحالة الليبية. هؤلاء يجب أن توجه لهم برسائل. مسألة العقوبات والمسألة التي طرحت اليوم من خلال تشكيل آلية للمتابعة برئاسة إيطاليا في مرحلة ما بعد الانتخابات والأطراف التي عرقلت، ولكننا لا نريد الوصول إلى هذه المرحلة. المجتمع الدولي هو المسؤول عن تفجير وتفكيك الدولة الليبية ومؤسسات الدولة الليبية من خلال ما حدث فيما يسمى بالربيع العربي، وهناك قوات أجنبية قصفت مقار حكومية عندما كانت حكومة هناك كانت هناك دولة في ليبيا وفككت وأوصلت الوضع إلى ما هو عليه دون أي استشارة لأي طرف إقليمي أو دولي، وتخرجت وتحركت تحت مظلات لا داعي لأن نخوض في هذا الملف. ولكن المطلوب توجيه رسائل قوية وحازمة للأطراف السياسية أو العسكرية التي تعرقل، وهي من مصلحتها ومن هدفها استمرار الفوضى والعنف في ليبيا لأنها تحقق الكثير من المكاسب، وهؤلاء معروفون ومشخصون ولابد من إيصال رسائل لها عبر آليات مختلفة. وفي اعتقادي أن سواء إيطاليا أو فرنسا أو بريطانيا لن تغلب في توجيه رسالة، أو حتى مصر
لن تغلى في توجيه رسالة بأن أي تعطيل أو أي محاولة لإثارة الفوضى لن يتم التهاون. وهناك آليات. نحن أمام دولة مفككة ودولة مصدر للهجرة ودولة مصدر لتحولت للأسف أو دولة تحولت إلى مصدر للكثير لتأوي الكثير من الإرهابيين، دولة تحولت إلى ما يشبه بؤرة لعدم الاستقرار سواء على الشعب الليبي أو على الأطراف الإقليمية المتواجدة حالنا أو على الدول المشاضعة في حوض البحر الأبيض المتوسط. في اعتقادي أن هناك مرحلة تبدأ أو بدأت بالفعل من بعد انتهاء المؤتمر بقص نبض الأطراف الأخرى، محاولة معرفة رأيهم، توجيه رسائل حاسمة وقوية على الأرض للأطراف التي تحاول أو تسعى لعرقلة وتفخيخ الواقع الليبي قبل إجراء الانتخابات، لعدم الوصول إلى إجراء الانتخابات. وفي اعتقادي أن مسألة أي تأجيل، طرح مسألة تأجيل الانتخابات أيا كانت فترتها، هو يعني انتصار لهذه الأطراف والاستجابة لضغوطها وابتزازها. التأجيل سيدخلنا في تأجيل آخر، بمعنى أوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه ليس في مصلحة الليبيين بل يحقق مصلحة أطراف أخرى وتستفيد من استمرار الفوضى والدماء التي يدفع ثمنها الشعب الليبي. طيب، لجنة 5+5، اللجنة الأمنية، إحدى مخرجات مؤتمر برلين 2 تحديدا، لم يتم الحديث عن دور لها في هذه العملية الانتخابية، في تطهير الأرض، في إخراج الملتصقة، التنسيقات الأمنية أين دورها تحديدا؟ لم ينص عليها. اللجنة قدمت وتقدم تقارير للأطراف الإقليمية والدولية، وكان هناك اجتماع في القاهرة وهناك تعاون. ودور هذه اللجنة مشاد به، لأنه يعني من ثمار التحركات المصرية أن حدث تقارب بين المجتمعون وحدث تبادل للرؤى، لأنهم في النهاية ليبيون، وحدثت أيضا إفرازات على الأرض سواء من ناحية التحركات أو فتح الطرق. ولكن ليبيا دولة كبيرة جغرافيا، مساحتها ممتدة، السيطرة والعسكرية ليست، حتى عندما كانت هناك قبضة مركزية للدولة لم تكن بنسبة 100%، وهو الأمر الذي يستوجب كما قلنا أولا تمهيد البيئة سياسيا. بمعنى أوضح وأقولها صراحة، أن هناك الكثير من الأطراف المشاركة في العملية السياسية حاليا التي تريد أن تدخل أو تدخل السباق الانتخابي على مقعد الرئاسة وتطالب بتعديلات في قانون الانتخابات، هذا القانون الذي يعني هناك العديد من الخلافات، وأعتقد أنه سيتم الوصول إلى توافق بهذه النقطة التي تسمح لأي طرف أن يترشح في الانتخابات. والأطراف التي ستدخل العملية السياسية ستكون هناك آلية واضحة. بس في هذه النقطة، يعني كما ذكر حتى أستاذ عبد الستار، الاعتراض ليس على القانون حقيقة، لكن الاعتراض على أنه هناك أشخاص آخرون يدخلون العملية الانتخابية قد يسحبون البساط من أمراء الحرب، من جماعة الإخوان. فكيف ستحل هذه المعضلة؟ كيف سيتم التعامل أيضا مع ممثلي جماعة الإخوان على الأرض في ليبيا؟ والله جماعة الإخوان وفقا للملف الليبي والتصورات الليبية هم موجودون على الأرض ولديهم آراء، والانتخابات هي ليس آراء فقط ولكن تهديدات حتى بدموية، يعني تهديدات أيا كانت. هم كما سبق وأن قال الضيف، هم يهددون لأن الواقع السياسي والمجتمعي والإقليمي والدولي غير قابل لهم، وأن الساحة ستكون مفتوحة وسيكون هناك متنافسون على الفوز سواء في البرلمان أو في الرئاسة. وكما سبق وأن ذكر، أوزانهم السياسية لن تؤهلهم وتمكنهم من التصدر السلطة مرة أخرى. طيب، يعني تجارب إخراج الميليشيات من دول عربية لم تتم كما أردناه نحن العرب، يعني في العراق بقيت جيوب، في سوريا خرج المرتزقة وبقيت جيوب دائما، وتكون هي الورقة التي يتم التلاعب بها مع هذه الدول. في ليبيا هي لم تخرج ولم يتم التخلص منها، ولكنها هي ثمرة خبيثة سرطانية للقضاء على مؤسسات الدولة الوطنية وفي القلب منها القوات المسلحة للدولة أيا كانت، سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن وغيرها. هذه الميليشيات هي أزرع للخارج في الأغلب العام، ونسبة قليلة منها وضعيفة جدا هي يعني تخدم مصالح ضيقة لأمراء الحرب كما سبق وأن ذكرت. هي في النهاية هي ليست ظاهرة
ولكنها ظاهرة قاتلة ومميتة لأنها نمت على أطلال وعلى تدمير هياكل ومؤسسات الدولة. القضاء على هذه المظاهر والميليشيات والعناصر المسلحة المنفلتة يكون أولا بتقوية مؤسسات الدولة الوطنية، وهو توجه يعني سبق وأن ذكره الرئيس السيسي قبل أكثر من أسبوع تقريبا، بأن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة هو أمن، هو الأساس، هو الأساس، أساس الأمن. صحيح. الأمن الإقليمي والأمن العالمي، لأن هذه الميليشيات لا رابط ولا ضابط ولا متحكم فيها إلا مصالح خارجية أو مصالح داخلية ضيقة، ولا تخدم إلا الصراع بين الأجندات المختلفة على حساب وباسم المجتمع والدولة التي توجد فيها. بما أنه أتينا على ذكر مصر، يعني طيلة الفترات الماضية مصر كان لها دور كبير في هذا الملف، في رعاية حوارات المصالحة واتفاقيات كثيرة. كيف كان دورها في مؤتمر باريس ودورها بعد المؤتمر وحتى إجراء الانتخابات؟ لأنه لا يمكن أحد أن يستغني عن دور مصر في ملفات منها الملف الليبي. لا، القضية ليست معنى أن يستغني أحد أو يطلب أحد، لأن الدور المصري لا ليس دور يعني دور يعني يعني هو دور مرتبط بالتاريخ والجغرافيا. ليبيا دولة جوار وهناك العديد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ليبيا يعني تكاد يعني لا، مصر هي امتداد لليبيا وليبيا هي امتداد لمصر، بمعنى أن العلاقة ليست علاقة بروتوكولية أو للبحث عن النفوذ، ولكن هي مصلحة. صحيح. عليا لمصر بالدرجة الأولى، لأن ليبيا هي الاتجاه الغربي الاستراتيجي لمصر. صحيح. استقرار ليبيا يعني استقرار مصر، عدم استقرار ليبيا يعني صحيح. لكن هنا أنا لم أقصد أن مصر تحتاج أن يستدعيها أحد، لكن بما أننا نتحدث عن دور دولي وإقليمي، فمصر ترى فعل التنسيق هنا كيف سيكون مع من؟ مع الدول التي اجتمعت والتي قررت أشياء. ومصر كان لها وبالتأكيد الدول سوف يستمر هذا الدور. الدول الأخرى، الدول الغير مجاورة أو الغير قريبة من ليبيا، هي التي تنسق مع مصر، لأن مصر لديها خبرة ولديها امتداد ولديها مصالح ولديها أيضا معاناة وإشكاليات أمنية في عدم الاستقرار الليبي. مصر عندما تحركت وكان هدفها أولا هو المصلحة العليا للشعبين المصري والليبي، وهناك تطابق بين هذه المصالح. مصر عندما طرحت أو تحركت في مراحل معينة وتحركت دفاعا عن مصالح مواطنيها ضد جماعات إرهابية ملفوظة من الشعب الليبي ومن العالم، أيضا عندما تحركت بالنسبة لمسألة الخط الأحمر في سرت والذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكن تهدف إلى غزو أو إلى ممارسة نفوذ، ولكنها تهدف إلى تأمين الليبيين بالدرجة الأولى في المنطقة الشرقية وتأمين ليبيا وتأمين مصر من العديد من المغامرات العسكرية، وعلى رأسها مسألة التوغلات والتوحشات التركية في الأراضي الليبية باستخدام الميليشيات وإرسال خبراء. بمعنى أوضح أن أي دولة أيا كانت قوتها العسكرية أو ضعفها لن تقبل بأن ترسل دولة أخرى وتستبيح دولة أخرى، دولة مجاورة لها، لأن معنى ذلك أن هذه الدولة ستتحرك باتجاه مصر وهكذا. بمعنى أدق أن التنسيق الأوروبي والدولي مع مصر حاجة يعني حاجة أوروبية وحاجة دولية، لأن مصر لديها آليات ولديها قبول لدى من الليبيين جميعا يؤهلها للتدخل وإيصال رسائل أيا كانت هذه الرسائل للعديد من الأطراف الليبية، ليس بغرض فرض الهيمنة أو النفوذ أو الغزو أو لإحياء أحلام إمبراطورية كما تسعى العديد من الدول، ولكن من أجل استقرار ليبيا الذي هو بالأساس والمصلحة الأولى هو مصلحة عليا للشعبين. نعم. المصري والليبي. طيب، نقل السلطة أو العملية الانتقالية بين السلطة التنفيذية الحالية والسلطة التنفيذية التي ستفرزها الانتخابات شيء حث عليه مؤتمر باريس. آلية الانتقال، الرقابة، وهل سيكون هناك أطراف لمراقبة العملية الانتخابية والانتقال السلس للسلطة، أم كيف ستجري الأمور؟ أنا في اعتقادي أن الليبيين بعد هذه السنوات من العنف والفوضى واللا أمن والانهيار الاقتصادي
وتحول للأسف نسبة ليست بالقليلة من الشعب الليبي وهو شعب ثري وغني إلى لاجئون في مختلف أنحاء العالم. هناك إقبال وإصرار من الليبيين البسطاء والليبيين الذين يدركون المصاعب للمشاركة في هذه الانتخابات. ليبيا بها حوالي 7 ملايين شخص سجل في الانتخابات من خلال المفوضية العليا للانتخابات، أكثر من 3 ملايين شخص. في اعتقادي أن إن شاء الله لو أجريت هذه الانتخابات في التاريخ في التواريخ المحددة سواء يوم 24 ثم 25 البرلمانية والرئاسية، سيكون هناك إقبال شعبي على صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين. الرقابة قبل الرقابة لابد من تهيئة الساحة، الساحة بمعنى الأرض، أن هناك رسائل لابد أن تصل إلى الكثير من الأطراف المنفلتة سواء أمراء الحرب محليا أو الأطراف التي ترعى من قبل دول سواء تركيا أو غيرها. هذه الرسائل لابد أن تكون قوية وواضحة وفاعلة على الأرض، بأن أي تخريب أو أي تهديد أو أي عمليات تستهدف المقاعد الانتخابية سيتم مقابلها برد فعل. وهذه الآلية وهي في اعتقادي أنها طرحت خلف الكواليس لمواجهة هذه الجهات المنفلتة. عملية نقل وانتقال السلطة بسلاسة في اعتقادي أنه سيتم إذا أجريت الانتخابات في المواعيد المحددة، وإن شاء الله ستجرى، ستكون أن هناك عملية سلسة للنقل وانتقال السلطة. وهذا ما أكد عليه المؤتمر الأخير بأن بضرورة قبول الأطراف الفاعلة لنتائج الانتخابات أيا كانت هذه النتائج. طيب، مجلس النواب شدد على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لأنها صمام الأمان، ولأن وجودها وتوحدها على الأرض يضمن تأمين العملية الانتخابية. الآن المشير خليفة حفتر يعني علق منصبه ليخوض للانتخابات القادمة، هل هذه الخطوة ستؤثر على أداء الجيش وفكرة التوحيد؟ كيف يمكن أن تتم أيضا في هذه الفترة القصيرة؟ أنا في اعتقادي مسألة توحيد الجيش الليبي في المؤسسة العسكرية الليبية سواء في الشرق أو في الغرب هو ما ينطبق عليه لفظ مؤسسة عسكرية بالمعنى التنظيمي لا يوجد إلا في منطقة شرق ليبيا، لأن الهياكل موحدة وهناك قيادة. أما الموجود في الغرب هي صحيح هياكل ولكنها ليست بقوة ولا تنظيم الموجودة في الشرق. في اعتقادي أن هذه الأمور يعني من الصعب أن نصل إلى صيغة تتعلق بتوحيد المؤسسة إلا في مرحلة ما بعد الانتخابات. ولكن على أرض الواقع في اعتقادي أن هناك قبولا من قبل جميع الأطراف والأطياف العاقلة على الأرض الليبية بضرورة المشاركة في الانتخابات، وأن هناك يعني إصرار على وحدة وتوحيد كافة المؤسسة حتى في الغرب أستاذ محمد، حتى في الغرب، لأن أولا الشعب الليبي هو شعب بسيط وشعب عروبي وشعب صحيح هناك الهوية القبلية، ولكنه في النهاية يعني من ناحية الجهوية أو المذهبية أو الطائفية أو العرقية هو في النهاية شعب متماسك ومترابط وله هوية واحدة. ولا ننسى أن ليبيا لديها تاريخ طويل عروبي واضح سواء بدءا من عمر المختار مرورا بكافة المراحل، وهو الأمر الذي يعني يصب في إطار أن مسألة الحديث حتى عندما تم الحديث عن تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم وكونفدرالية وغيرها من الأمور، هذه الأمور تم تجاوزها لمصلحة ليبيا الموحدة. طيب، سؤالي الأخير سؤال افتراضي، يعني ما هي النقطة التي عندها لن تجرى الانتخابات، وماذا لو لم تجرى الانتخابات كما هو مقرر لها؟ النقطة التي لم تجرى عندها الانتخابات هو حدوث نزاع بين الأطراف السياسية سواء في مجلس الرئاسة أو في رئاسة مجلس الوزراء أو في شرق ليبيا، وتحول هذا الخلاف إلى صراع عسكري محتدم منفلت بعيدا عن رغبات ومشاورات الأطراف الإقليمية. النقطة الثانية يعني ماذا لو لم تجرى هذه الانتخابات؟ سندخل في مرحلة من المماطلة والتسويف، وبمعنى أدق هو انتصار الإرادة السياسية وإرادة الفوضى والبلطجة المجتمعية من قبل الميليشيات وفرضها على الليبيين أولا ثم على الإقليم ثانيا ثم على المجتمع الدولي ثالثا، وتحول ليبيا إلى
مخزن للبارود ومستودع ومصدر لتصدير الإرهاب والفوضى والمهاجرين، وهو تهديد للأمن الإقليمي، ليس لأمن مصر فقط ولكن لجميع الدول والدول أوروبا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد الأنور، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية ونائب رئيس تحرير الأهرام. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. أشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من المشهد. إلى اللقاء.